رجاءً خليهم بأمانتك، مانن مجرد مفاتيح، هدول مسؤولية. وبصراحة ما في حدا بأمن فيه أكتر منك، ما حدا بعيلتي بيتحمل مسؤوليتهم أكتر منك. دعاء، ما كان بدي أخذهم منك أبداً، بس ما كان عندي خيار. أنا ابن أمي مثل مو زوجك، وما حبيت أكسر لك كلمتها. أنا بفهم عليك، بعرف انجرحت مشاعرك لما أخذتهم، بس صدقيني ما كان هيك قصدي. لهيك بدي يضلوا معك. الهدف الأهم لوجودي بهالحياة أخذوه مني، فهدول ما عاد رح يأثروا فيني إذا كمان حبوا ياخدوهن مني. طالما بتفهمني وبتعرف مشاعري، فتذكر منيح هداك اليوم. زواجك جرح لي مشاعري أكتر من هلا، جبت على البيت وخنت ثقتي الكبيرة. هالخزنة شو قيمتها؟ شو جواتها؟ شوية وراق ومصاري، ومع هيك أنا حميته، بس بالمقابل أنت ما حميت قلبي، كسرته وكأنه شي ما بيعني لك. وليش؟ بس لأني كنت مرة مخلصة لزوجة، حسيت أني ملكة. كان عندي هدف واحد بهالحياة، وللأسف هذا الهدف كان أنت، بس حضرتك تركتني وصرت لمرة تانية. زواجك المشرف رح يفرقنا للأبد. لو عطيتني ثروات الدنيا كلها ما بتعني لي أبدا، لأنه كان بيهمني قلبك. يمكن صعب تفهمني، بس بالنسبة إلي كلامك هلأ ما له داعي. ويا ريت لا عاد تسألني إذا كنت منيحة ولا لا. بتمنى لو أقدر داوي لك جروحك كلها، بس للأسف أنا السبب الرئيسي لوجعك هاد.